اوه اجا صبي التوصيل، شو جبت لنا اليوم معك؟ قالوا لي انه ما في طلبيات اليوم ومشوني. عن جد؟ في شي مو طبيعي، بس الا ما نعرف شو هو. ولك انت شو اللي جابك؟ بحاجة بقى، ولا طقت روحي من قعدة البيت، ما فيني شي. مو هذا السبب، انت مليت من البيت لانه براغ خانهم تركت التمريض، هيك ولا لا؟ ما علينا، مو هذا المهم. براك رح تشتغل مع مرت اخوك آسية، ايه؟ ما تزعل، وانت كمان اشتغل معهم، بشتري لك شي موتور مرتب وعلى قدك، وبتشتغلوا بالتوصيل، التوأم الصغير للتوصيل. اخي مو كأنه الجو اليوم كتير بارد؟ ايه تغير الجو كتير، لو كان احسن ما كان تعطل شغلنا اليوم. ايه والله اخي مزبوط. طيب ليش واقف هون بهالبرد؟ انا هيك بحبه للبرد. تعرف وينه طاهر؟ لا والله ما بعرف. أهلين، خير يا خانو؟ فيدات بده الموبايل تبعه، رح نتصل بأمي. جميل خير؟ ما في بالعادة تجي بهالوقت؟ ليكون بدي من حضرتك إذن دخول. لا مو هيك، تفاجأت بس، إن شاء الله ما في شي مو منيح. لا بنوب، صحيح، بناتك وينهن؟ البنات وصلوا شوي لعند الجيران، هلأ بيجوا. أنت عم تكوي وبعتيهن مشوار؟ شو فيها؟ أنت بس اللي بتحب تدللهن؟ تعرفي، من شوي أنا شفت بالسوق نفس معلقة إعلان لبيع الأكل وحاطة صورتها عليه. ايه وانا سمعت، اجت ناجيه اللتاتة وخبرتني. الكليليه وضعهم مو منيح معناها، ما هيك؟ لهالسبب نسوان بلشت تشتغل بتحضير الاكل. ايه الايام دواره والله. شو له طعمه هالحكي؟ يعني فوق ما جابوا لك بضاعتك؟ ايه جابوها، بس هي البضاعه ما بتطلع نقطه ببحر البضاعه اللي اخوه مكبه. رايحة أعمل فنجان قهوة تشرب؟ إيه بشرب، ساوي لي لشوف. نزار تعوا بسرعة. ليش شو اللي صاير؟ أبوكن إجا على البيت وقلت له أنكن عند الجيران، يلا تعوا لشوف. طيب ماشي. شوفي بابا إجا على البيت ولازم نروح دغري. يا ربي نحن كيف بدنا نطلع من هالورطة هي؟ يا ربي شوف الأفضل وألهمنا لحتى نعمله. يلا قومي أختي. طيب وفيدات؟ خلص منتركه مكانه. بس براك هنيك، خلوها هلأ تتركه وتجي وبعدين منلاقي حل القصة. مرحبا. ما تواخذينا طالعين. استنوني أنا كمان رايحة. أسمع علي هو اللي وصلك؟ ايه علي. نظر علي بيوصلنا بطريقه، امشوا. يلا منشوفك بعدين. خاطري يا الله دخيلك، شو اللي صاير؟ هلأ آسية هي يلي عم تشتغل الطلبيات؟ لا يعني ما في اليوم، يوم اللي وزعنا الإعلان اجتنا طلبيات ولهيك تحمسنا، بس مو شرط يكون في كل يوم. متأكد أنه رح يمشي الشغل طاهر؟ شو في نفس؟ ولا شي. قولي في شي وما بدك تحكي، شو هو؟ قولي.
بنوب عن جد ما في شيء، يعني بس فكرت بصوت عالي. عبيت الشيخ عثمان؟ اوف، ليش حتى نروح على بيت جد عثمان؟ حبيبي مو حكينا بهالموضوع؟ اطلع لشوف يا سبع. اوبا، انا الكبير ما تعودت، كيف الولد الصغير؟ وانا كمان ما تعودت. اشتركوا بالقناة لمشاهدة جميع الحلقات، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس.